معكم مهندس محمد عمارة. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي هنكتب المقولة دي على خلفية معمول لها بلور بالفوتوشوب. طيب نبدأ نختار الأول صورة أريد أن أنزلها زي دي مثلا وليكن. طيب نبدأ نضغط اتنين كليك على اللير والباك جراوند عشان نقدر نتعامل معاها. نختار من فلتر بلور، نختار اللي هو اللينس بلور. احنا هنا هنتحكم في الريديوس، تمام اوكي كده الخلفية اتعمل لها بلور. طيب نبدأ نضغط على التكست ونصغر الفونت. تمام، يا اما بنشد بالسهم كده يا اما بنصغر. نكتب الارقام، طبعا الكلام مش باين، انا مغيرتش ال وليكن باللون ده او باللون الابيض، نبقى نعمل ستروك. تمام، نكتب المقولة دي مضغط. الغرب ليس أمريكا. يفشل ودي حقيقة طبعا. تمام، دي المقولة اهي. نضغط كنترول تي شيفت الت، كبرها بالشكل ده. طيب انا عاوز اعمل الكلام ده ستروك بحيث يبقى انا عندي بشكل افضل من كده. اختار ان يكون اختار لون تاني يكون اشيك. تمام، اوكي تمام كده احنا عملنا الخلفية بلور مع وعليها المقولة اللي احنا عاوزين نعملها. تمام انا كده انتهيت من عمل المقولة على الصورة معمولها بلور، على خلفية معمولها بلور. كده نقدر نكتب على اي صورة احنا عاوزينها باي شكل من خلال الفوتوشوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.